الآب والابن والروح القدس الإله الواحد يحل علينا نعمك وبركتك الآن وكل أوان إلى دهر الدور كله آمين. إنجيل هذا الصباح هو إنجيل الراعي الصالح، حيث نحتفل اليوم بتذكار سنين من الآباء البطارقة. وعادة ما يقرأ هذا الفصل في هذه المناسبات: المسيح هو الراعي الصالح الأعظم، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وكل راعي صالح يتشبه بالمعلم الأعظم وبالراعي الأعظم. فنحن نحتفل اليوم بنياحة راع صالح الذي يسمى مذبح هذه الكنيسة باسمه، مذبح الكنيسة هنا على اسم القديسين ساويرس وديسقورس. فاليوم نياحة تذكار أو تذكار نياحة القديس ساويرس الأنطاكي، تحدثت معكم عنه كثيرا، ولكن الحديث عنه لا ينتهي، لأن القديس ساويرس كان راعيا صالحا وقمت عظما في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، بل والكنيسة الأرثوذكسية بصفة عامة في عائلة كنيستنا أخوتنا السريان وبقية العائلة، وكنيستنا ترفعه جدا، حتى أنه يذكر بعض القديس من مرقس الرسول مباشرة، ويتقدم كل الآباء البطارقة بما فيهم البابا أثناسيوس الرسولي والقديس كرولوس عمود الدين، برغم أنه كان تابعا لهما، جه بعديهم وكانوا هم أساتذته، ولكن هذا الأمر لحكمة. لن أطيل عليكم كثيرا، ولكن سأوجز بعض النقاط البسيطة التي نتناولها بالتفصيل في الكورسات اللاهوتية المتخصصة التي نقوم بتدريسها تحت مسمى تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين. القديس ساويرس كان له دور كبير من بعد مجمع خلقدونيا، حصل تطورات كثيرة في الفكر من الجانب الخلقدوني، رسم بطريركا في عهد الإمبراطور وعصر الإمبراطور الطقي أناستاسيوس، وهو أحد الأباطرة الأطقياء القلائل الذين جاءوا بعد مجمع خلقدوني، تتلمذ على كتابات القديس كيرلس وأثناسيوس والآباء الكبادوك، خصوصا القديس غريغوريوس وباسيليوس، والقديس ديسقورس كان مثلا أعلى له، وحباه الله من الحكمة والفهم والعمق الروحي مما جعله معلما وشارحا للإيمان والعقيدة ومدافعا عن الإيمان المستقيم. حدثت محاولات كثيرة من الأباطرة والخلقدونيين أن يحاولوا أن يغيروا فكر الأرثوذكس ويوضعوهم لقبول عقيدة مجمع خلقدونيا، ولكن قوبلت مثل هذه المحاولات
بالرفض الشديد من الأرثوذكس وتمسكهم بالإيمان بشدة، وخصوصا تعليم القديس كيرلس عمود الدين الذي أهمل ورفض تعليمه في مجمع خلق دنيا، إلى أن جاء جستينيانوس أحد الأباطرة وكان مهتما بالفكر اللاهوتي والفلسفة، فأيقن أنه من المستحيل أن يثني الأرثوذكس ويخبرهم على قبول خلق دنيا طول ما الظاهر والواضح للكل أن خلق دنيا لا تتفق مع تعليم القديس كيرلس. عشان كده رسم خطة وهي محاولة إظهار أن تعليم القديس كيرلس تتفق مع إيمان مجمع خلق دنيا، ومحاولة تفسير أقواله وتعليمه بطريقة غير مستقيمة وليها وتطويعها لتتوافق مع عقيدة مجمع خلق دنيا. ولكن كان القديس ساويرس له بالمرصاد، فبدأوا يؤولوا ويقتطعوا من تعليم القديس كيرلس ما يظهر وكأنه يتوافق مع مجمع خلق دنيا، وبدأوا بكتاب مقتطفات من أقوال القديس كيرلس. وهنا انبرى القديس ساويرس وكتب كتابا قيما اسمه فيلاليسس، أي محب الحق أو محب الحقيقة، وفند فيه أقوال هذا الكتاب الذي أصدروه، وحدد التفسير الأرثوذكسي لأقوال القديس كيرلس، وأثبت التزوير الذي تم في أقواله. بدأوا بمحاولة أخرى للتلاعب بالمصطلحات اللي هي المستخدمة، إيه معنى الطبيعة وإيه معنى الأقنوم، والقديس كيرلس كان يقصد بكده إيه ويقصد بكده إيه، لا ده هو ما يقصدش طبيعة واحدة، يقصد أقنوم واحد، ومن هذا القبيل دون الدخول في تفاصيل الآن. ففند هذا أيضا وأثبت من كتابات الآباء أثناسيوس والآباء الكبادوك والقديس كيرلس ما يحدد بدقة معاني المصطلحات الطبيعة والأقنوم والبروسوب وما إلى ذلك من المصطلحات المستخدمة. حبوا يتلاعبوا بالتفسير المغلوط لتعبير القديس كيرلس الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي، وشرح ذلك أيضا في كتاب ومجلد ضخم أصدره وهو كان في مصر هنا اسمه ضد يوحنا النحوي، كان واحد اسمه يوحنا بليغ من خلقدوني كتب الكتاب، فكتب القديس ساويرس كتاب من ثلاث مجلدات كبيرة يفند هذا. حاول يوستينيانوس جذبه وإغوائه فدعاه إلى القسطنطينية بعد ما مات أناستاسيوس الإمبراطور وجي يوستينوس ويوستينيانوس قريبه مسكوا ورا بعض، جه في مصر عزلوا القديس ساويرس وجاء إلى مصر.
هو اترسم في سنة، اترسم بطريركا سنة 512 ميلادية، وظل على كرسيه في أنطاكيا لغاية 518، وبعد كده عزلوه وجابوا بطرق خلقدوني وجاء في مصر، لكنه كان راعيا صالحا ظل يعلم ويشرح الإيمان ويفند الإدعاءات التي تقال عن رد البابا كيرلس عمودية. لما يأس يوستينيانوس فحاول يجيبه يستقطبه، فدعاه إلى القسطنطينية. اعتذر أولا ثم ذهب، كان حوالي 532 أو ما حولها، وهناك فند كل التعليم الهرطقية وقاوم البدع والهرطقات ورفض الخضوع والإذعان لرغبة الإمبراطور في قبوله عقيدة مجمع خلقدونية، فقرر الإمبراطور قتله وحرق كتبه وقطع لسانه. وهنا كان ربنا بيعطي مع التجربة المنفذ. كانت الإمبراطورة اللي هي مرات الإمبراطور جوستينيانوس هي الإمبراطورة التقية الملكة ثيودورا، وكانت أرثوذكسية. فسألت القديس ساويرس أن يذهب إلى مصر سريعا، ودبرت له فرصة الهروب فرفض. قالت له ما تبصش لنفسك، يعني هو يعني كان مستعد للاستشهاد. قالت له لا، ما تبصش لنفسك وخلاصك وبس، انت وجودك مهم من اجل الكنيسة والإيمان، فعشان تستمر تعلم. وفعلا رجع إلى مصر وظل متنقلا من مكان لمكان مطاردا رغم كبر سنه مع السنوات قد يعني حوالي 20 سنة في مصر كان عايش يكتب رسائل. كتب آلاف الرسائل وعدة كتب في فيلاليسس وضد النحوي ورسائل لسيرجيوس وضد يوليانوس وتفسيرات كثيرة له، أقوال جميلة روحية وكتابية ولاهوتية. والجميل والعظيم في القديس ساويرس، وإن كان هو رحل إلا أن كتاباته ما زالت هي خط الدفاع الأول للإيمان الأرثوذكسي ضد عقيدة مجمع خلقدونية، وأصبحت كنيستنا بتحطه قبل الآباء دول عشان تنبهنا، لأن تأويل وتزوير وتحريف أقوال الآباء زي أثناسيوس وكيرلس ممكن خلقدونيين يدعونا ان هم دول اساتذتهم ومعلميهم ويفسروا اقوالهم بطريقه غير ارثوذكسيه. فهنا الكنيسه بتحطه لنا بالصداره قبليهم عشان تقول لنا نستلم تعاليم البابا اثناسيوس وكيرلس وغرغوريوس وكل الاباء العظام دول من مين؟ من القديس ساويرس. عشان كده أي حد يتصدر ويهتم بالإيمان الأرثوذكسي بما يخص طبيعة السيد المسيح ولا يستشهد ولا يضع في اعتباره أولا
القديس ساويرس وتعليمه يبقى مشكوك في امره. انه يقول القديس كورولوس طب ما هم بيقولوا بس باي تفسير؟ يقول له ده بالطبيعه ان هي فيسوس سيلوس سيركوميني باي تفسير؟ تفسير القديس ساويرس اللي هو تفسير الاباء العظام ولا التفسير الفلقدوني؟ اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي باي تفسير باي معنى؟ بالتفسير الخلقدوني لان المصطلحات منطوقها واحد لكن تفسيرها مختلف. فالبسطاء واللي ياخدوا الامور بسطحيه يفتكروا ان الدنيا لا ده هي واحد لكن مش واحد. وظل الى النفس الاخير يجاهد من اجل الايمان حتى ان كاتب سيرته الحقيقه جه وهو بيذكر خبر النياح ما بقاش قادر يكتبه. قال ويعجز القلم عن ذكر خبر رحيل لأن أذان المؤمنين لا تحتمل سماع هذا الخبر. لكن قرن وما زال يقرب من كنيستنا الأرثوذكسية وتعليم حتى إن كنيستنا تحتفل بيه ثلاث مرات في السنة. عشان كده في ناس يقولوا لي أنت بتروح كنيسة ماري جرجس كتير ليه؟ السر هنا عشان أحتفل بعيده. يعني ولادنا كلهم زي بعض مش بميز كنيسة عن الأخرى لكن الحقيقة أول لما جيت وتجديد الكنيسه فسميت المذبح هنا على اسم القديسين ساويرس وديسكورس. عشان كده تلاقيني المرات اللي اجي فيها بصلي هنا اكتر يمكن من فوق. ده السر ان احنا بنيجي عندكم في المناسبات دي. فشوفوا بقى كنيستنا تحتفل بتذكاره ثلاث مرات في السنه وتحطه في المجمع بعد ماري مرقس وفي تحليل الخدام بعد ماري مرقس. وكان زمان لما الناس كانوا كنسيين يعني يشوفوا الكنيسه بتحتفل بايه ومين اللي يتذكر اكتر كان اسمه مشهور. مره كده عملت يعني بحث صغير في الاسم بتاعه قد ايه ما هو منتشر. لقيته منتشر في الاجيال القديمه يعني اسمها الاسم الثالث والرابع ساويرس. لكن الاجيال الجديده للاسف ما بقتش تعرف كتير لان بداوا يقروا كتابات غربيه. يعني على سبيل المثال انا لو سالت السؤال ده للي قاعدين في الكنيسه على سبيل المثال دلوقتي تعرفوا اكتر عن القديس ساويرس ولا القديس اوغسطينوس؟ هتقولوا مين؟ نعم؟ هتقولوا اوغسطينوس. اللي يعرف عن القديس اوغسطينوس اكتر يرفع ايده. يعرف عن القديس ساويرس؟ بعد ما قلت لكم. فكان المصدر التعليمي الاساسي الكنيسه والليتورجيه. فكان القديس ساويرس له المعرفه اكتر. لكن دلوقتي الاجيال الجديده اللي بدات تطلع على يعني كتابات غربيه شويه فتلاقي يتكلموا عن القديس اوغسطينوس اكتر مع ان القديس اوغسطينوس ملوش اي تذكارات عندنا خالص. لكن ده بيورينا ان نكون برضه كنسيين. طبعا القديسين كلهم حلوين لكن في امور ليها مدلولها ان خلي بالكم ليه بنحتفل بده كل الاهتمام ده كله ليه؟ لاجل الايمان. فالنهارده بنحتفل بتذكار نياحته وبنطلب شفاعته ويذكرنا كده لنجاهد كتير ويسندنا في ايام غربتنا لالهنا المجد الدائم للابد.
خير.